الأسبوع الثالث لوحدتنا، أين نحن في المكان والزمان؟ سأقوم بتقييم المتعلمين من خلال قراءة نص مدرسة السلطة الثانوية حسب معايير القراءة الصحيحة. سنبدأ بأزمنة الأفعال الثلاثة من فعل ماض ومضارع وأمر. ثم سنقوم بإعطاء المهارة الإملائية، كيف نميز كتابة بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء. سنبدأ بقراءة النص الثاني بعنوان ابن سينا.